صبرك يبقى ليك دليل. كل ما في إصرار نكتشف أسرار. الحلم مهما كان مسيره في الإمكان بنعمل رحلتنا توصل لبر الأمان. يبقى فريق جبار ونكمل المشوار. روح وعزيمة واجتهاد تبقى بلدنا عالية فوق كل البلاد. والحلم اللي كان علينا يوم بعيد بإيدينا هنحققه ونفوز بالسباق. هنطلع خوفك شيلهم في الدولاب. الصعب نتحداه والفشل ننساه. هنسابق الزمان والنجاح عنوان اللي اتعب بكره يوصل وتعبه يبان. التدريب على البدلة والحركة بيها اتكرر أكتر من مرة، بس أخيراً حققوا المطلوب من الاختبار. ده غير إن كلهم قدروا يأدوا مهام بسيطة أثناء الإحساس بعدم التوازن. المشكلة إن تكرار الاختبار ضيع وقت ولازم نعوضه. دي مهمة جمال ونور. أعتقد الاختبار الجديد هيبقى مختلف بالنسبة لهم. بالعكس أنا شايفاه أصعب من الاختبار اللي فات. دكتورة ليلى، انتي دايما كنت متحمسة للأولاد دول، ليه بقيتي شكة في قدراتهم؟ مش شكة أو تقليل منهم، بس اختبارات إعداد رواد الفضاء حاجة تانية، حاجة صعبة جدا. بعد سوء الأداء في الاختبار اللي فات عايزين نثبت النهاردة لنفسنا والوكالة الفضاء المصرية إننا ينفع نبقى رواد فضاء. واختبار النهاردة هيبقى ايه؟ هنحاول نفقدكم السيطرة على جسمكم. وليه تعملوا كده؟ اي رائد فضاء مهما كان محترف بيفقد السيطرة على جسمه لما بيطلع الفضاء، وعشان كده لازم تحسوا بده وتقدروا تتعاملوا معاه. وكمان لازم تتعودوا على اداء المهمات في بيئة صعبة، لان زي ما قلنا الفضاء بيئة قاسية. هايل. وايه البيئة اللي ممكن الجسم يفقد السيطرة وتبقى قاسية في نفس الوقت؟ المية. صح يا فارس، المرة دي اختبارنا هيبقى تحت المية. هتغرقونا. مش عاوز هزار يا بودي. أنا مش بهزر. النهاردة هننزل حوض غوص مخصوص لإعداد رواد الفضاء. هننزل ببدل الفضاء لمسافة 40 متر، وتحت المية هتبدأ مهمتنا الجديدة. المشكلة فقد الاتصال بين وحدتين تحكم في المحطة الأرضية للتحكم في الأقمار الصناعية. السبب انقطاع كابلات الاتصال بين وحدتين التحكم. المهمة إعادة ربط كابلات الاتصال المقطوعة. الزمن 60 دقيقة. الفريق صاحب الزمن الأقل هو اللي هيفوز. كل التعليمات هقوم بشرحها أثناء التدريب. أي أسئلة؟ مش عاوزكم تقلقوا خالص، الوكالة وفرت لكم كل وسائل الأمان. وإيه طبيعة المهمة؟ حاجة بسيطة وكلكم بتحبوها، هتعوموا وتهيصوا وتلعبوا. نعوم ونهيص ونلعب؟ آه، بس وانتوا لابسين البدل هيبقى إحساس جميل جدا، إحساس مختلف. ده المطلوب بس؟
بس في حاجة بسيطة تاني. ايه هي؟ وانتوا تحت هتشوفوا كابلات مقطوعة تخص كابلات المحطة الأرضية للتحكم في الأقمار الصناعية، عاوزين نربطها عشان الاتصالات ترجع. بس خلي بالكم في حاجة مهمة. ايه هي؟ الفريق ألف عاوز يربطها قبلنا، مش عاوزينهم يسبقونا. أمير، سامعني؟ سامعك بوضوح. أنت قائد الفريق لمدة 60 دقيقة. تمام يا كابتن جمال. سامع، سامعاني؟ سامعك بوضوح. أنت قائد الفريق لمدة 60 دقيقة. تمام يا كابتن نور. جاهزين. معدلات الضغط والأكسجين ووظائف المتسابقين في حدود المسموح. ابدأ التدريب. عاوزين نتحرك بهدوء. الحركة صعبة بالبدلة. أكيد هنتعود بعد فترة يا تشيكو. لولا المية ما كناش قدرنا نتحرك بالبدلة التقيلة. لازم نتحرك ناحية الهدف. ما تنسوش إن الأكسجين محدود. الهدف موجود جوه قفص حديد. والمعدات موجودة في مكان تاني. أيوة في آخر الحوض. يلا نتحرك ناحيتها. لا يا ماري، ما ينفعش نتحرك كلنا. ليه يا فارس؟ عشان لازم نقسم المهمات على عدد أعضاء الفريق ونوفر مجهود. إزاي؟ 2 يوصلوا المعدات و2 يتعاملوا مع الكابلات المقطوعة. بس كده ممكن ما نوفرش وقت. سما قائد الفريق، إيه رأيك؟ مع توفير الوقت ولا توفير المجهود؟ ممكن نستشير كابتن نور. كابتن نور، سامعني؟ سامعي. نأدي كلنا نفس المهمة ولا توزيع الفريق أفضل؟ أنت قائد الفريق، اعملي الأفضل لفريقك. أنا موجود هنا للطوارئ بس. إحنا اللي لازم ناخد القرار. وإيه رأيك؟ لو أدينا كلنا نفس المهمات ممكن يساعدنا على إنجازها بشكل أسرع. يعني في الآخر ممكن نوفر وقت. أنا وإنتي مهمتنا نوصل المعدات من مكانها لغاية مكان الكابلات. هستلم منك واوصل. كده افضل يا ساره، الفكره دي ممكن توفر وقت. تيكو، سامعك يا كابتن جمال. ابدا بنقل المعدات الاكثر اهميه، المعدات رقم 7 و3 و11. تمام يا كابتن. كل واحد يشيل صندوق، يلا بسرعه. استنى يا علي، المعدات دي هتتنقل على 3 مرات ولازم يبقى ليها خطة. ازاي يا سما؟ هنبدأ بنقل المعدات الأهم. وهنعرفها ازاي؟ كل صندوق مكتوب عليه الاستخدام. فهمتك، هنبدأ بنقل المعدات اللي هنبدأ بيها التوصيل. والنقلة التالتة هتبقى على فارس وماري، وأنا وعلي هنبدأ التوصيل. تمام. الفريقين قادرين ناخدوا قرارات وينفذوها في ظروف صعبة. الغوص بالبدلة والحركة وهم شايلين معدات صعبة فعلاً. أعتقد الفريق به متأخر بحوالي 5 دقايق عن الفريق ألف. عشان بياخدوا القرارات بنفسهم، لكن الفريق ألف بياخدوا تعليمات جاهزة من جمال. نور سايبهم خالص، نفسي أعرف بيفكر في إيه. بودي، حاول تثبت ايدك علشان اقدر اوصل الكابلين ببعض. مش قادر اتحكم في ايدي ورجلي يا امير. حاول، احنا لسه في اول كابل وباقي كابلين كمان. صدقني صعب انك تمسك حاجة في المية، صعب جدا. تيكو وسارة وصلوا ومعاهم اخر الصناديق. انا هبدل مع تيكو. حاسب، ما تتحركش، سارة وراك. سارة فين؟ حاسب هتخبطها. بودي، حاول تفاديه يا سارة. كابتن جمال، سارة اتصابت ومش قادرة تكمل. كله يهدى، جاري التعامل. فريق الإنقاذ، فريق الإنقاذ، المتسابقة رقم 3 في الفريق ألف. القلب، إصابة في الكتف أثناء الاختبار، برجاء التدخل.
مؤلم. أمير، تيكو، بودي، جاري الإنقاذ. كده مهمتنا اتلغت؟ كمل المطلوب يا قائد أمير. وسارة؟ قسموا مهمتها عليكم، كملوا المهمة. احنا خسرنا وقت كبير جدا. مش وقت الكلام ده، لازم نتحرك، يلا بينا. ماري، ماري. ايوه يا علي. مالك؟ انا كويسه، اسبقوني وانا هحصل. ساره، حسب ايه؟ وجع كبير في كتفي. ما تقلقيش، هتتنقلي حالا على العياده. والمهمه؟ كابتن جمال بيتابع المهمه، ارقامكم هايله، ما تقلقيش. انا عاوز انزل تاني. انا بهنيكي على الروح دي يا ساره، لكن طلبك ضد قواعد التدريب والسلامه. انا عاوز اكمل، لسه في وقت. ساره، المهمه بالنسبه لك انتهت. انا لاحظت حاجه مهمه بالنسبه لماري. اصابه؟ مش بالظبط، لكن مؤشراتها الحيويه انخفضت فجاه، وضربات القلب وضغط الدم فيهم اضطراب. ممكن اشوف؟ فعلاً، إيه قرارك يا كابتن نور؟ خليها تحت المراقبة، لكن لازم المؤشرات دي تتحط في الاعتبارات. اللي بيحصل لها ده خطير. الكابل الأخير اتوصل، هعمل اختبار اتصال. ألو، المحطة الأرضية؟ وأنا المحطة الأرضية، أسمعك بوضوح. قمنا بتوصيل جميع الكابلات بحسب الإرشادات. جميع المؤشرات تعمل لدينا، تم إصلاح الكابلات بنجاح. نجحنا. تم التوصيل، جميع المؤشرات تعمل لدينا، تم إصلاح الكابلات بنجاح. نجحنا. الوقت؟ ايه يا فارس؟ مش بترد ليه؟ احنا عدينا الوقت المحدد بسبع دقايق، نفذنا المهمة في 67 دقيقة. وفريق ألف؟ أنهى في الوقت المحدد، يعني... أيوة يا علي، احنا خسرنا. الدكتور طمني عليكي، بيقول إنها كدمة مش كسر. يعني هتلحقي التدريب الجاي بعد أسبوعين؟ دكتور مصطفى أكد لنا إن نتائجك محفوظة وإنك نجحتي. أنا آسف يا سارة، ما كانش قصدي أخبطك. اوعي تصدقيه، ده كان عاوز يخرجك بره المسابقة وياخد أرقامك. أيوة، هو المرحلة الجاية هيخبط أمير وتيكو. لا 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 لا، بودي طيب، هو بس لا بيعرف يعوم ولا يغطس. لا 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 لا، في حاجة بيعرف يعملها كويس. إيه هي؟ بيعرف يغرق. أنا متشكرة قوي إنكوا جنبي، أخيراً عندي أصحاب بيحبوني ويخافوا عليا. صحيح، إحنا فريقين بنتنافس يا سارة، لكن زي ما اتفقنا قبل كده، إحنا أصحاب وهنفضل أصحاب.